اهلا بيكم، معاكم دكتور ابراهيم صلاح، ودي تاني حلقاتنا في سلسله 10 minutes. في الحلقه دي هنتكلم عن سيندروم فينابروبريت اي دي اتش سيكريشن او از ابريفيتد سايدا. وعشان نفهم يعني ايه سيندروم اوف فينابروبريت اي دي اتش سيكريشن، تعالوا ناخد نبذه كده عن الانتي ديوريتيك هرمون او اي دي اتش. الاي دي اتش بيطلع عندي من مكان في البرين اسمه الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس زي ما احنا عارفين مسؤول عن الهوميوستاسيس على مستوى الجسم، ومن ضمن الهوميوستاتيك فانكشن بتاعته ان هو بيظبط السيروم اوزمولاريتي. الهايبوثالاموس عليه اوزمو ريسبتور، الاوزمو ريسبتور دي بتستجيب للتشينج في السيروم اوزمولاريتي. زي مثلا لو الاوزمولاريتي عندي علت، يبدا الهايبوثالاموس يطلع اي دي اتش. تمام، الاي دي اتش وظيفته ان هو يعمل ووتر تنشر فيرجع الاوزمولاريتي للنورمال تاني. تمام، الاي دي اتش ده بيروح يتخزن في البيتيوتري جلاند، وزي ما احنا عارفين البيتيوتري جلاند عباره عن تو لوب انتيريور وبوستيريور. فالاي دي اتش هيروح يتخزن في الانتيريور البوستيريور بيتيوتري جلاند. احنا عارفين ان البوستيريور بيتيوتري جلاند عباره عن مخزن، الانتيريور ليها سيكريتوري فانكشن، لكن البوستيريور بتخزن بس الهرمونات اللي بتطلع عند الهايبوثالاموس اللي هي الاي دي اتش والاوكسيتوسين، وبعد كده يبدا يحصل لها ريليز في السيركيوليشن. الاي دي اتش ليه تو ريسبتور، في 1 ريسبتور وفي 2 ريسبتور. انا بفكر نفسي باماكن الريسبتور دي عن طريق ان انا عندي في الجسم 2 كدني، فاذا في 2 موجود في الكدني يبقى 2 كدني، في 2 فور 2 كدني، في 1 موجود في البلد فيسل، مش هنتكلم عنه، هو بيعمل فازو كونستريكشن. طيب فاذا الفي 2 هو اللي موجود عندي في الكدني وهو اللي هيعمل ووتر ريتنشن. ازاي؟ الفي 2 موجود في الديستال كونفوليوتد تيبيول والكوليكتنج دكت، ده كده مكان الفي 2، والناحيه الثانيه اللي هي الليومنال سيرفيس هيحصل عندي انسرشن للشانل اسمها اكوا بورين 2 شانل. اما الاي دي اتش يمسك في الفي 2 هنا، عندي فيزيكال جوه السيل متعبيه كده بالاكوا بورين 2 شانل، برضو عشان افكر نفسي اكوا بورين 2 فور في 2 فور 2 كدني، يبدا يحصل انسرشن للاكوا بورين اتشنب على اليومنال سيرفيس، فيبدا يحصل ريابسوربشن للووتر. تمام، فانا اما عملت ريابسوربشن للووتر رجعت الاوزمولاريتي للنورمال تحت. ده يا جماعه اللي بيحصل في الفسيولوجي. طب انا عندي في الصيادة كميات كبيره جدا من الاي دي اتش، زي ما بيقولوا كده صياده اي دي اتش بزياده. تمام، فالكميات الكبيره من الاي دي اتش دي هتعمل ايه؟ هتعمل ووتر ريتنشن، هتعمل فوليوم اوفرلود. فالمانيفستيشن اللي هيشتكي لي منها العيان بعد كده هتبقى نتيجه الفوليوم اوفرلود اللي ادى الهايبوناتريميا اللي هي فعلا اساس الباثولوجي. طب ازاي حصل عندي هايبوناتريميا؟ ده كده الهارت، احنا قلنا ان انا عندي فوليوم اوفرلود، فالهارت في حاله الفوليوم اوفرلود بيستجيب للموضوع ده بان هو يطلع اي ان بي وبي ان بي، اتريال ناتيوريتيك بيبتايد وبرين ناتيوريتيك بيبتايد. دول وظيفتهم ايه؟ هم اسمهم ناتيوريتيك، فوظيفتهم ان هم يروحوا على الكدني وينزلوا لي صوديوم. تمام، واحنا عارفين القاعده بتقول ايه؟ انما ذهب الصوديوم ذهب معه الماء. فانت نزلت صوديوم في اليورين هيبدا ينزل معاه ميه، فانت عملت حاجتين دلوقتي، واحد منهم كويسه والتاني مش كويس. نزلت ميه، فالعيان ده كان بيشتكي من هايبرفوليميا، الهارت كان فعلا فيه اوفر ديستنشن، انت صلحته له. تمام، النقطه الثانيه ان انت عملت هايبوناتريميا، وزي ما قلنا دلوقتي ان ده فعلا الهايبوناتريميا اللي عنده دي اساس اصلا الباثولوجي اللي هيشتكي منه. يبقى اذا اول حاجه الجسم عمل بيها كومبنسيشن ان الهارت طلع اتريال ناتيوريتيك بيبتايد وبرين ناتيوريتيك بيبتايد. تمام، طيب النقطه الثانيه كمان ان انا كان عندي في الكيدني حاجه اسمها ار اي اي اس سيستم، رينن انجيوتنسين الستيرون سيستم. السيستم ده كان بيستجيب للتشينج في الفوليوم بتاع البلاط داخل الكيدني، يعني في الهايبرفوليميا والهايبوفوليميا. فاحنا خدنا قبل كده لما كان بيحصل هايبوفوليميا كان بيطلع رينن يحول الانجيوتنسينوجين اللي هو الاكتف فورم يحوله الانجيوتنسين 1، وبعد كده الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم تحول الانجيوتنسين 1، كان عندي انجيوتنسين 1 بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يتحول لانجيوتنسين 2،
وبعد كده الانجيوتنسين 2 كان بيروح على الادرينال جلاند في الزون جلوبيروز عشان يطلع الاندوستيرون. والاندوستيرون ده كان بيروح للكدني عشان يعمل ريابزوربشن الصوديوم عشان يعوض الهايبوفليما. احنا قلنا بقى خلاص هيعمل ريابزوربشن الصوديوم هيدخل معاه ميه هيعوض الهايبوفليما اللي موجود. طب تخيل ان انا مش عندي هايبوفوليميا ده انا عندي هايبرفوليميا، فيبدا يحصل سبريشن للاكسس بتاع بين الانجيوتنسين والاندوستيرون سيستم، فيبدا برضه الصوديوم ينزل عندي في اليورين وينزل معاه ميه، وده تاني ميكانيزم بيظبط الفوليوم بتاع الدم في نفس الوقت بيعمل هايبو ناتريميا. طيب احنا اصلا احنا ما قلناش الكوزس اللي ممكن تؤدي لزياده الاي دي اتش. الاي دي اتش ممكن يطلع نتيجه يعني ايه؟ نقول عليها نون سبيسيفيك كوز، يعني مثلا حصل التروما للبيشنت ده، حصل عنده مثلا سي ان اس اوردر، ممكن يطلع ك بارا نيوبلاستيك سندروم ل مثلا سموث سيل كانسر. احنا قلنا قبل كده برضو ان الاي سي اتش ممكن يطلع ببارا نيوبلاستيك سندروم، او ممكن يطلع برضو من لونج ديسوردر زي مثلا بالمونر انفكشن، ده مش نيوبلاستيك ولا حاجه. فاذا تروما سي ان اس اوردر او بالمونر كوز ممكن يبقى سكندري لدراج زي السايكلوفوسفامايد. فاذا دي الكوزز، وناخد بالنا ان من ضمن السيمتوم اللي هيشتكي منها العيان ده السيمتوم بتاعت الكوز اصلا. طيب احنا وصلنا دلوقتي ان البيشنت ده بقى الفوليوم بتاعه لحد ما ايوفوليميك وفي نفس الوقت هو هايبوناتريميك. طيب احنا عارفين ان البرين بيفضل محافظ على الاوزمولاريتي بتاعته لابعد الحدود، يعني ده اخر مكان في الجسم هيتاثر بالديكريز بتاع الاوزمولاريتي ده. فاذا هو لسه في صوديوم عالي في البرين، وفي نفس الوقت البلاد فيسل عندي السيروم اوزمولاريتي قال فيها، يبقى انا عندي الاوزمولاريتي قليل. ماشي يا جماعه؟ فبالتالي القاعده برضو بتقول ايه؟ ان الوتر بيحصل لها شيفت من المكان اللي فيه الاوزمولاريتي قليله للمكان اللي فيه الاوزمولاريتي عاليه، فهتبدا الوتر تدخل عندي البرين، فبالتالي هبدا اخاف ان عندي يحصل فيه برين اديما. فاكتر حاجه بخاف يعني على عيان الصيدلة منها ان هو يدخل مني في برين اديم. العيان ده برضه ممكن يدخل في بالمونار اديم، العيان ده برضه عنده هايبوناتريمي فممكن يحصل له سيجر كوم. عشان كده اما نيجي نتكلم في التريتمنت يعني هتلاقي كلمه كده مشهوره، اوعى تعمل رابيد كوركشن للهايبوناتريميا اللي عند البيشنت ده. ليه؟ لان حضرتك لو عملت رابيد كوركشن العكس هيحصل. يعني انت قلت ان الووتر حصل لها شيفت من البلاد فيسل للبرين عشان الاوزمولاريتي في البرين لسه عاليه. طب ما حضرتك ترفع الاوزمولاريتي في البلاد فيسل ما هيبدا يحصل شيفت للووتر من البرين ترجع للبلاد فيسل تاني، فيبدا يحصل شرينكج للبرين، يبدا النيورون يحصل لها شرينكج، فيبدا يحصل حاجه اسمها سنترال بونتاين مايلينوسيس او اكيوت ديمايليشن سندروم. تمام؟ فيعني دي حاجه سيفير. فعشان كده اما اجي اعمل تريتمنت للعيان ده ما اعملش رابيد كوركشن للهايبرفوليميا. هو انا بعمله ازاي؟ اول حاجه لو هو لسه في عنده هايبرفوليميا فنعمل ووتر ريستريكشن. النقطه الثانيه ان انا ممكن اديله اصلا سولت تابلتس، ممكن اديله هايبر تونيك سلايم، ممكن اديله دراج زي مثلا الديميكلوسايكلين. تمام؟ بس النقطه الاساسيه عندي ان انا ما اعملش رابيد كوركشن يا جماعه للسيروم اوزمولاريتي عشان العيان ما يدخلش مني في ديمايليشن سندروم. تمام؟ ده بالنسبه للسندروم في نبروبريت اي دي اتش سيكريشن. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله.